مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين. في إطار استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كيسهر المغرب على تحسين أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وذلك بالتقليص من آثار الاستهلاك على البيئة وتحسين نمط الإنتاج حفاظا على الطاقة والطبيعة. تلوث وتناقص الموارد وانقراض بعض الأنواع النباتية والحيوانية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك والإنتاج بالشكل اللي كيضر الأرض ومستقبل الأجيال القادمة، كلها مؤشرات كتستدعي التوقف من أجل التفكير في الصياغ اللي كتجعل من أنماط الإنتاج والاستهلاك ديالنا كتخضع لمبدأ الاستدامة. من أهم أسباب تدهور المجال البيئي في بلادنا كنلقاو أنماط الإنتاج والاستهلاك المتداولة حالياً واللي ما كتتماشاش مع ركائز التنمية المستدامة. باش نغيروا هاد الأنماط خاصنا نعتمدوا طرق مستدامة فيما يخص الإنتاج وكذا الاستهلاك. شنو هي الاستراتيجية اللي نهجتها الوزارة لتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين؟ قامت الوزارة ببلورات خطة وطنية حول تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وأنجزت مخططين قطاعيين يخصان ميدان الفلاحة والبناء. وتقوم أيضا هذه الوزارة بمساعدة النسيج الوطني الصناعي عبر الصندوق الوطني لمكافحة التلوث على اعتماد نمط الإنتاج المستدام، وكتقوم أيضا بعملية التوعية والتحسيس بأهمية الإنتاج والاستهلاك المستدامين. وكيجي هنا دور المجتمع المدني، حيث تستفيد الجمعيات من برنامج تكويني خاص، بالإضافة لتشجيع الابتكار عبر تنظيم ورشات تكوينية لفائدة المقاولين الشباب. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.